الآن انتهت المباراة أستاذ وائل منذ قليل، حيث فاز المنتخب المصري بواحد لا شيء على منتخب غانا ويتصدر المجموعة وقد صعد إلى الدور الثمانية. الآن فرحة كبيرة بين الجماهير المنصورة كما تشاهد الآن على الهواء مباشرة أستاذ وائل، وردود الأفعال هنا بسبب تألق المنتخب على رأسهم محمد صلاح وعصام الحضري الذي تألق وحرس المرمى. الآن سوف نسأل الجماهير عن فرحتهم بهذا لهذه المباراة. تعرف عليه سلمناها لوائل البراسي. ايه رايك في الماتش النهارده؟ 10 على 10 10 على 10. انتوا كل مره بتتجمعوا كده في المنصب؟ طبعا وفي ساستين تانيين بره، يعني في ساستين تانيين بره، وبعدين يعني نحمد ربنا ونشكر فضله الحمد لله ان شاء الله نفسنا للنهائي باذن الله. باذن الله ان شاء الله. عبرنا النهارده عن فرحتك النهارده. احلى يوم شفنا في حياتنا ومنتخب مصر، ومبروك لمصر ومبروك لمصر. النهارده رد فعلك ايه على الماتش؟ باذن الله البطوله مصريه. طول ما معانا صلاح وتريزيجيه، وبص احنا هنحط افريقيا لينا. هتحتفلوا النهارده؟ هنحتفل بس، ده احنا هنولع الدنيا. بس النني بس النني النني لازم يمشي. النني لازم يمشي. ليه ماله النني؟ ببساطه مش حلو والله. بس بقيه الفريق لا لا حلو حلو، وعصام الحضري 100% 100% والله. راضيين النهارده عن المنتخب وادائه؟ اه والله جدا، احسن فريق بقاله 10 سنين. انت راضي النهارده عن اداء المنتخب؟ اكيد راضي عن المنتخب 10 على 10. كان احسن لاعب في النهارده بالنسبه لكم كان مين؟ تريزيجيه واحمد فتحي وعلي جابر. علي جابر وتريزيجيه. علي جابر بسم الله ما شاء الله عليه كان واقف صخره دفاعيه ممتاز. حضري انتوا كل يوم بتحتفلوا بتتفرجوا على الماتشات بنفس الشكل ده؟ هنا اه طبعا. عددكم يبقى معدي الالافات النهارده؟ اكيد اكيد. هم كلهم رجاله، مفيش فيهم حد وحش، كلهم رجاله كلهم رجاله، وقدوا الواجب اللي عليهم الحمد لله. الحمد لله نحمد ربنا ونشكر فضله. النهارده كويس وان شاء الله نكسب المغرب الماتش الجاي ان شاء الله، ونسعد ان شاء الله. دايما 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 بتتجمعوا هنا وكلكم ان شاء الله؟ دايما ان شاء الله. انت النهارده كان اداء المنتخب عجبكم النهارده؟ طبعا طبعا طبعا، عمل ماتش كويس جدا ومبروك لمصر، وكفايه ان هو فرح الجماهير كلها، ده اهم حاجه. مبروك لمصر. هتحتفل لسه ولا هتمشي؟ اه ان شاء الله هنقعد نحتفل ان شاء الله، والبطوله بتاعتنا ان شاء الله باذن الله، البطوله لمصر ان شاء الله باذن الله. لمصر الحضري سد العالي. الحضري يعني الحضري هو اللي شال الماتش النهارده. اه طبعا اكيد سد ضربات كتير. ماشي كويس، بس افكر بقى في المغرب. ابتدي بقى افكر ايه الماتش. ايه ماتش ممتاز، خطه كويسه، بس ابتدي بقى افكر في المغرب. ان الماتش المغرب كل ما بنطلع كل ما العمليه بتصعب. نفكر بقى في الماتش اللي جاي ان شاء الله، ما نفرطش في الفرحه في المغرب. معانا كمان استاذ وائل رئيس النادي، الاستاذ طارق عبد الهادي هيقول لنا على التنظيم بتاع مشاهده الماتشات. كلمنا انتوا ازاي بتنظموا العدد الكبير الهائل ده؟ انا شايف الافات بتتجمع على قدام الشاشات في النادي. اولا مبروك لمصر ومبروك للشعب المصري، يعني احنا محتاجين ان احنا نفرح. الحمد لله ان وصلنا لدور الثمانيه، ودي عاده الشعب المصري اللي هو بيظهر في المحن. طبعا كعاده نادي جزيره الورد هو اكبر نادي في محافظه الدهليه، بينظم دايما للشباب والعائلات والاسر. النهارده بطوله كبيره زي دي، ان احنا النهارده نمتع اعضاء النادي النهارده ان هم بيستمتعوا بالشاشات العملاقه اللي سيادتك شايفها، والحمد لله الف الف مبروك للشعب المصري. ودي يعني مستر كوبر النهارده اثبت ان هو من احسن المدربين اللي دربوا المنتخب مصر. الناس جماهير المنصوره بيتجمعوا هنا في النادي بالالافات عشان يتفرجوا على الشاشات بالشكل ده. انتوا عاملين كام شاشه؟ والله احنا عاملين في 4 شاشات عملاقه داخل النادي. انا من النهارده بشكر المهندس خالد عبد العزيز ان هو دايما بيساعد الانديه وبيساعد مراكز الشباب، اللي النهارده بعت شاشات عملاقه. يمكن احنا كنادي جزيره الورد من الانديه الكبيره، فاحنا الحمد لله النهارده زي ما حضرتك شايف النهارده لا يقل عن 15,000 عضو داخل نادي جزيره الورد بيشاهد منتخب مصر الحمد لله. النهارده كنت بتحتفل؟ ايوه طبعا. وانت بتحتفل شفت الماتش؟ اه فرحان. مين اللي عجبك في الماتش؟ يلا مفيش على مين. عصام الحضري ولا مين؟ عصام الحضري. محمد صلاح. محمد صلاح اللي عجبك؟ الاداء النهارده كان عاجبكم؟ اه صراحه انا اشكر النجم محمد صلاح صراحه على الجول اللي جابه. بتحب محمد صلاح؟ جدا بحبه. وانت؟ اه بحبه زي الفل. عاجبني قوي اداء النهارده والجون حلو. لف لف محمد صلاح. انا ايه؟ انا محمد صلاح. شكرا. بص على الجون ده من زاويه صعبه كده، الجون من زاويه صعبه ووهم الحارس.
وجه رساله للمغرب باذن الله نكسب المغرب باذن الله 3-0 لمصر باذن الله نكسب المغرب يوم الاحد ان شاء الله هناخدها ونرجع لمصر وهنكسب والاهلي هيكسب الاهلي هيكسب الزمالك في الصوبه في الصوبه باذن الله نكسب مصر باذن الله باذن الله هنجيب الكاس في شوال هنجيب الكاس في شوال مصر طول حضرتك مبروك لمصر الف الف مبروك لمصر الحمد لله انت فرحان ايه فرحان انت النهارده اه طبعا 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 العيال كلهم كانوا ايه انت هتعليك النهارده الف 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 مليون مبروك لمصر مبروك علينا كلنا يا جماعه مصطفى الصوحي مراسلنا من المنصوره الف شكر حبينا الفرحة مش قاهرية فقط مش عاصمة بس لا ان شاء الله كل محافظات مصر كما اعتدنا دايما هتعود تاني لهذه الحالة المزاجية اللي ابتعدت عننا بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية وبسبب المشاكل اللي تفاقمت كثيرا لا هنرجع تاني نبتهج ونتجمع حول منتخبنا ونتجمع حول كل من يمكن أن يمثل مصر ونبتهج والناس تمشي تاني في الشوارع وتحتفل وترفع فيها الأعلام المصرية زي ما قلت لكم الانتصارات في الملاعب ربما هي الوحيدة اللي كانت بتجمع الناس بشكل حماسي كبير ترفع فيها الأعلام المصرية ما كنتش بتشوف فيها حادث شغب واحد ولا طوبة واحدة ولا خناقة واحدة ليه؟ لأن هنا البهجة حقيقية وبتجمع كل المصريين إن شاء الله هنعود تاني إلى هذه الحالة وهنبقى نتابع معاكم منتخب مصر يعني ربما اللعيبة لما يشوفوا هذه الحالة أو حد ينقلها لهم يبقوا عارفين كويس قوي إن كل مصري مستني الفوز بهذه البطولة عاوزين نرفع اسم مصر عاليا من جديد وده يشجعهم ويحمسهم بان احنا لا بديل عن الفوز بهذه البطوله علشان كمان نؤكد باننا الاحق بالصعود الى نهائيات كاس العالم ان شاء الله. ده لحظه تسجيل الهدف. لو عندكم صوت وصوره نشوف نسمعها.